أبدأ معك أحمد، ومع هذه التصريحات الإسرائيلية التي تقول للمتواجدين من النازحين في رفح وأعدادهم كبيرة، أكثر من 1,000,000 نازح في تلك المنطقة، أن يتحركوا لمنطقة المواصي لأنها تعتبر منطقة إنسانية، ماذا من ردة فعل من المتواجدين من كل هذه الأعداد الموجودة في رفح؟ ضحى، الجيش الإسرائيلي عمليا هو طلب من سكان حي الزيتون ومنطقة التركمان داخل هذا الحي بالنزوح عبر شارع صلاح الدين والتوجه نحو منطقة المواصي في غرب رفح جنوبي القطاع. يبدو أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يوسع العمليات البرية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، يريد أن يكون هناك كثافة النيران عالية، وبالتالي يريد أن يخلي المدنيين وسكان هذه الأحياء المتبقيين إلى المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وبالتالي هناك اشتباكات عنيفة حسب ما علمنا من المصادر في تلك المنطقة، اشتباكات متواصلة لا تنتهي في حي الزيتون، ويبدو أن هناك حدث أمني صعب كما صرح الجيش الإسرائيلي عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي الأوضاع في جنوب مدينة غزة ما زالت متفاقمة متوترة. الجيش الإسرائيلي يوسع من العمليات منذ هذه الليلة حتى هذه اللحظة، خاصة في حي الزيتون، في حي الصبرة، في حي الشجاعية، وحي التفاح، وحي الدرج. هناك سلسلة من الغارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعات الماضية، وبالتالي الجيش يريد إعادة التموضع، التوغل في هذه المناطق. التركيز الآخر ضحى هو في مدينة خان يونس، نعم، التي تعتبر مسرح للعمليات للقوات الإسرائيلية خاصة في المناطق الشرقية الشمالية. هناك استهدافات، هناك اشتباكات أيضا في بلدة عبسان شرق خان يونس متواصلة حتى هذه اللحظة. المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس هناك استهدافات أيضا متواصلة، هناك نسف لأكثر من 30 منزل في المناطق الجنوبية، وبالتالي الاشتباكات متواصلة أيضا بين وقت وآخر في هذه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس. وبالتالي هناك تركيز للجيش الإسرائيلي في توسيع العمليات في خان يونس وأيضا في جنوب مدينة غزة.